في البداية واحنا بنتكلم على المقاتل المصري يا فندم، يعني الحقيقة مش بس في حرب أكتوبر المجيدة، المقاتل المصري ليه عقيدة مختلفة وعنده قوة تحمل، يعني لو بنرجعها لقوة هذه العقيدة. عايز أعرف من حضرتك يعني بما يتميز المقاتل المصري. وزي ما حضراتكم كده تفضلتوا في البداية وقلتوا إنه المقاتل المصري بيتميز بعقيدة خاصة بيه هو، ودي بتبقى متوارثة عبر الأجيال، وطبعا دي خلفها حضارة مصرية قديمة تمتد لآلاف السنين. وبرضه من مميزات المقاتل المصري إنه ما كانش بيقاتل بغرض إن هو التوسع أو العدوان أو استنزاف الآخر، ولكن كان دائما بيدافع عن شعبه ومصلحته أو نصرة المظلوم. فكان بيخرج خارج الوطن وبيحافظ، وده الأهم، على الحقوق التاريخية لمصر عموما على كافة الاتجاهات، من أول عمق في داخل أفريقيا أو في الخارج في القارات الأخرى. لما ننساش برضو المقاتل المصري مع إبراهيم باشا، يعني قاتل في أكثر من مكان، كان لنا مقاتلين في المكسيك وكان لنا مقاتلين في أوروبا موجودين في الإقليم البلقان وفي تركيا وفي المنطقة العربية كلها، وكان الهدف الرئيسي هو زي ما أنا قلت في البداية هو الحفاظ على حقوق مصر أو معاونة الآخرين أو كما يطلب منه. إنما المقاتل بقى المصري المعاصر اللي احنا معاه دلوقتي، الحقيقة هو برضو بيتميز بقدرات كبيرة جدا ومهمة جدا، ودي كانت واضحة قوي في بعد حرب 67. وبعد حرب 67 كان مطلوب إعادة التنظيم والهيكلة للجيش المصري والقوات المسلحة المصرية بالكامل، واستيعاب الحديث من الأسلحة. كل ده في العقيدة على فكرة، لأن العقيدة مش شعار، هي منهج طبعا نمشي عليه. يعني احنا ممكن نسمع مثلا حد بيقول العقيدة عقيدتنا القتالية هي النصر أو الشهادة، ده شعار، لكن العقيدة برضو هو ده بيترجم إلى منهج. من ضمن هذا المنهج هو كان إعادة بناء القوات المسلحة في ظروف قاسية جدا وصعبة جدا كانت بتمر بها مصر في هذا التوقيت. جزء من القوات المسلحة موجود خارج الوطن لنصرة أخواننا في اليمن، ده الكلام اللي قلته برضه في البداية، وجزء موجود بيقاتل في سيناء وهو ما قاتلش في الواقع ما لحقش. وبالتالي كان هذا إعادة البناء مرة أخرى والهيكلة كانت عملية صعبة جدا تحمل فيها أولا الشعب المصري، وثانيا المقاتل ابنه اللي هو موجود في القوات المسلحة، تحملت فيها يعني ظروف صعبة جدا وقاسية جدا. وكان هناك فيها عامل مشترك بين من هم من يعملون في القطاع المدني ومن هم يعملون في القطاع العسكري. أوضحها أكتر، يعني لما جينا نبني حائط الصواريخ المصرية، عندما تعرض العمق المصري لهجمات جوية وضربات جوية من الجانب الإسرائيلي، وكان يعتبر المجال مفتوح قصادهم وبمنتهى السهولة الوصول إلى العمق المصري، تم بناء هذا الحائط. طبعا رجال بناء انشأت قوات الدفاع الجوي، وتم بناء هذا الحائط بواسطة التعاون مع الشركات المدنية وأبنائنا من العاملين فيها والمقاولين وهكذا. ولكن تعرضوا أيضا لهجمات وضربات جوية قاسية من الجانب الإسرائيلي، فكان لابد من استكمال هذا البناء وهذه القواعد بالذات، لأن هي دي اللي هتأمن سماء مصر وهتأمن قواتها المسلحة عند القيام بتنفيذ أي مهام. فكان هذا البناء بيتم نتيجة القصور الذي كان ممكن أن يتم في الجانب المدني نتيجة الضربات العنيفة واستشهاد العديد من أبنائنا العاملين، دخول القوات المسلحة، وإحنا كنا من ضمن المجموعات دي اللي هي بتدخل تبني قواعد الصواريخ بنفسها. يعني حتى البناء نفسه اللي هو يعني العمل الهندسي الصعب، طبعا أبناء سلاح المهندسين والمقاتلين عموما، مش سلاح واحد معين، الجميع كان يعمل طبعا لصالح بناء هذه القواعد وإدخال هذه القوات الدفاع الجوي إلى أماكنها التي يمكن أن تقوم بالحماية والتأمين بالتأمين. وده الحقيقة كان ليه أثره الكبير جدا في الحد إن لم يكن بتر الذراع الطولة لإسرائيل في هذا التوقيت، التي كان يمكن أن تطال العمق وتضرب أبنائنا زي في مدارس بحر البار أو في مصانع أو في أبو زعبل
العمال وفي المصانع أو رجال القوات المسلحة أو عاملين مدنيين الذين يعملون في المنشآت لصالح القوات المسلحة، ليس في الدفاع الجوي فقط ولكن في كافة الأفرع الرأسية.